عليكم، يعطيكم العافية. أنا الدكتور محمود حماد. في هذا الفيديو القصير بدي أشرح لكم كيف نشتغل على المايكروسوفت تيمز، كيف نفتح مايكروسوفت تيمز ونعمل تيم ونخلي الطلاب يقدروا يضيفوا حالهم عليه. أول إشي عشان نحصل على الحساب تاع المايكروسوفت تيمز بيأهلنا نقدر نضيف الطلاب عليه، ندخل على خدمات الموظفين أو على الامبلوي بورتال. في لينك هون اسمه حساب مايكروسوفت تيمز، نكبس عليه بيطلع لي هون اسم المستخدم اللي هو الام اس تيمز ايميل تاعك. لو قريب من الايميل تاعك m-hammad مضاف عليه كلمة تيم at، مش at just طوالي، at الكلية تاعتك dot just dot edu dot jo. فانا عندي هون at cit dot just dot edu dot jo، وهون الكلمة السرية اللي خلينا نحكي الانيشال باسورد، وفي هون اللينك عشان ندخل على المايكروسوفت تيمز. خلينا ناخذ هاي اللي نعمل كوبي لاسم المستخدم، نكبس على اللينك الموجود هنا. لما نكبس على هذا اللينك بالبداية بيدخلني على الايميل تاعي، بكبس على مور، في عندي هون كلمة تيمز، إذا ما لقيتها موجودة هون تروح على كل التطبيقات بتدور عليها واحدة من التطبيقات يكون اسمه تيمز. هون أول مرة بتدخل عليه بيكون بيطلع لك زي هيك فاضي هون، دخل اسم المستخدم. فأنا بدي أدخل اسم المستخدم اللي أخذته كوبي اللي هو m-hammad team at الكلية تاعتي cit.just.edu.jo. بعمل next، بدخل الباسورد اللي هي كانت موجودة هون اللي هي الكلمة السرية هاي. اوكي، وبطلب مني أول مرة تغيير الكلمة السرية. انا حاليا اريد دخلت وغيرت هاي الكلمه السريه، فدخلت الكلمه السريه تاعتي، بعمل ساين ان. بس في البدايه اول مره بطلب منك الكلمه السريه، بدخل هاي الكلمه السريه بطلب منك تغيرها. هيك انا بكون دخلت على المايكروسوفت تيمز. فاول شيء بدي اسويه بدي اعمل تيم. هون في كلمه تيمز، في طبعا شات، تقدر تعمل شات مع الطلاب، تقدر تعمل شات مع واحد او اكثر من واحد، تقدر تعمل جروب او بتعمل تروح على التيمز. اذا كان تيمز مش موجوده هون بتكون موجوده على مور. فبنروح على تيمز، نعمل جوين اور كرييت تيم. رح نعمل كرييت تيم، بدي اسوي تيم. التيم اللي هو يعني عباره عن زي بدي اسوي مثلا فيرتشوال كلاس روم الي او فيرتشوال كلاس. بعمل كلاس بسميه اللي بدي اياه، بسميه مثلا ماي كورس، ماي كورس نيم هون بحطه. بعمل نيكست، ما بدي اضيف الطلاب واحد واحد. مثلا اذا عندي طلاب كثير 50 100 طالب ما بدي اضيفهم واحد واحد، بدي اخلي الطلاب هم يقدروا يضيفوا حالهم من حالهم. بعمل هون سكيب. هيك انا انشأت كورس جديد اسمه ماي كورس نيم. لو اروح على التيمز بلاقي الكورسات تاعوني، فماي كورس نيم بكون هون. اوكي، بعدين بكبس على الثري دوتس هاي، روح على مانج تيم سيتنجز، بعمل جنريت لتيم كود، روح على تيم كود اجين من هون، روح على مانج تيم، بعدين على سيتنجز، روح على تيم كود، بعمل جنريت هاي ات ويل جنريت كود. بعملها كوبي. هاي هون بصير في معي انا كود للتيم اللي انا انشاته، ببعث هذا الكود للطلاب مثلا من خلال الاي ليرنينج، بحط له ببعث لهم اياه مسج او بحط لهم اياه اناونسمنت، بحط لهم اياه ليبل. والطلاب بس ياخذوا هذا الكود لازم هم يروحوا على مايكروسوفت تيمز يعمل جوين لتيم، جوين او جوين تي تيم، جوين تيم وذ كود. فبكون الطالب معه الكود اللي احنا حطيناه، بعمل لهم بيست. بعدين بعمل جوين تيم. مين بيعمل جوين تيم بهاي الحاله؟ الطالب. فالدكتور بيعمل كرييت لتيم، بيعمل جنريت لكود، ببعث الكود للطلاب من خلال مثلا الاي ليرنينج از مسج او ايميل، او بحط لهم اياها اناونسمنت على الاي ليرنينج. بعدين هون الطالب بدخل بيعمل جوين تيم وذ كود، بحط الكود بيعمل جوين تيم. لما يعمل جوين تيم بدخل على الكورس اللي انشاه الدكتور تاعه، وبعدين تقدر تحكي مع الطلاب شات، تقدر تعمل تقدر تحكي معهم فيديو. اللي هون هاي اللينك اللي هون بتعمل ميت ناو، يعني لما الطلاب يدخلوا بينوا عندك انه الطلاب دخلوا، بتقدر تعمل ميت ناو، بتفتح معهم فيديو كونفرنس. فبتقدر تعمل شات للطلاب، بتقدر تعمل ميت ناو او فيديو كونفرنس.
والله يعطيك العافية، وهيك بكون خلصنا.